معكم جميعا بكل خير ومحبة وسلام. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام في كل مكان، هكذا هذا المهرجان، مهرجان التميز لنسخته التاسعة بعدما كانت انطلاقات الفترة الصباحية بفترة أشواط الرموز، شوط البنز وأيضا شوط السيف الذهبي التي حظت عليه الظبي ملك سالم بن راشد بن سالم الغيلاني، من حققت الفوز والانتصار بشوط السيف الذهبي والبنز المرسلس المقدم من المداهم الشيخ علي بن سالم بن الدهام الوهيبي. في هذه اللحظات نرحب بالشيخ عبد الله بن سالم التبعي، مرحبا يا ابو مظفر بهذا الحضور، كما نرحب في داعم هذا المهرجان ومنظم هذا المهرجان الشيخ علي بن سالم بن الدهام الوهيبي المداهم ابو خالد الذي اتى بهذه الدعم الكبير على ارضية هذا الميدان، ميدان البطحاء لسباقات الهجل في مهرجان التميز لنسخته التاسعة، حيث يتواصل الدعم على بركة الله وبسم الله. بدأنا انطلق الشوط الأول الرئيسي الخاص بالأبكار الفطامين، شوط أيضا أول انطلاقات هذه الفترة المسائية في هذا المساء، في هذا المساء الكبير في مهرجان التميز، مهرجان تميز بدعمه وأيضا من دعم هذا المهرجان الشيخ علي بن سالم بن الدهام الوهيبي. شكرا يا أبو خالد، شكرا يا المداهم، الرجل الذي لا يعرف لا ولا مستحيل، بل دائما أهل الأصالة إذا حضر هذا البطل حضر الدعم حضر التشجيع مباشرة إلى مقدمة الشوط. شواهين هيثم بن حمود بن حمد الوهيبي، تدخلت أيضا البطحة لمحمد بن داود سليمان التبعي، حضرت إذا أمسية في الأمسية التراثية محمد بن شويحة ألي نيبي والسهيل بن عامر الغفيلي في المتابعة، بينما الوصول من هملولة عبد الله بن علي الهديوي، تدخلت إذا ووصلت هناك أيضا بشعار مبارك الحسني، ولكن عودة إلى الشوط الرئيسي في دعم أبو خالد في مهرجان التميز. هكذا الدعم ولا فلا، دعم المداهم لا ولا مستحيل يا أبو خالد. حضرت الأصالة في هذا الأمسية وحضرت الأبطال في ميدان البطحة في مهرجان التميز، وعودة إلى البطحة، البطحة وفي أرضية البطحة بين جماهير بين المحبين. سلام يا محمد يا ابن سليمان، ايضا ياتي يا محمد بن داود بسليمان التبعي، سق الله دارك يا داود، سلمة يمينك يا ابو محمد على المتابعة. بينما المركز الثاني، اذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، المركز الثاني، المركز الثاني امسية لمحمد بشليويح لينيبي، والمركز الثالث مباشرة هناك مع شواهين هيثم بن حمود بن حمد الوهيبي. إذا البطحة تحضر بهذا الحضور المميز، تهانينا لمحمد بن داود سليمان التبعي. والتوقيت الزمني انتظر يا اخوي ابو جاسم دقيقتين وثلاث ثواني وثلاث اجزاء من الثانيه. سلام يا ابو محمد سلام، وسلام يا البطحه سلام في هذا الامسيه وفي هذا التحدي الكبير.